تواصلت حملات القيادي في تحالف القوى الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن الإنسانية للتخفيف من ظروف أهله الصعبة، حيث سارع لإسعاف المحتاجين منهم في جميع مناطق صلاح الدين ليكون السند لهم لتجاوز تحديات ظروف المواجهة ضد كورونا. وبهذا الصدد توصيل المساعدات إلى عشرات العوائل من أهله في مناطق عديدة في قضاء الشرقاط الذين عبروا عن ثقتهم بتجاوز هذه المحنة بسلام.